صغيرة بالنسبة لك من العصرة واش العصرة عصرية أو مختارية تقليدية؟ فيها البلدية فيها التقليدية وفيها العصرية هذا موسم هذه البلدية هذه البلدية أيوه هذا هنا الصفاي تصفو سير هذا الصفاي تاع الزيت هذا الصفاي المرحلة الأخيرة من كيكون الزيت من هنا صافي المرحلة الأخيرة كيدوز صفا وكيتعلم كيتوضع في كيمشي للبرامج ديال النقص واخا ممكن تكلمني على هذا شحال تقريبا كتهز من كتهز نص طن هذا 500 كيلو هذا نص طن 500 كيلو شحال كيعطي ديال الزيت تقريبا تقريبا تعطي 100 لتر ولا 110 بالنسبة ل 100 لتر يعني إذا كان يعني واحد موسم ديال الشتا مزيان كتعطي الزيت كم؟ شهر 12 شهر 12 شهر 12 شهر 12 كيعطي 15 مليون 16 مليون بالنسبة لهذا العام واش عاطي المنتوج شوية؟ عاطي تبارك الله وكاين المنتوج ودابا كتوقعوا يرتفع المنتوج بخصوص التصفيق المنتوج المرتفع راه ماشي 20 يوم هذه باش طلع فيها السوق 45 درهم حتى 50 درهم تقريبا السنة الفارطة واش الإنتاج متساوي يعني بحال السنة لا هذا العام طالع على العام اللي إذا الحمد لله العام كاين المنتوج هذا العام ماشي ما كاينش هو كاين الإقبال يعني حتى الثمن ديال الزيت غيكون منخفض على العام اللي فات لا شوية على حساب الجودة على حساب الجودة على حساب الجودة حسب المنطقة كل منطقة والكاليتي ديالها بالنسبة لبراك تراضي معروف ولا كان براك تراضي أول الصويرة معروفة هي بالزيت الشياب هذا هو الرئيس اللي كاين كيصفوا الزيت ها هو مايا ها هي سيدة خدامة كيقولوا تصفية الزيت هذا هو اللي كيصفوا فيه هذا اللي كيطابل شوال مثل ما كيدير الصفاي ما الصفاي كيدير البينوكس كما كيدير في البراد من برا الكوديزا جديدة اليطرو جديد كلشي جديد هنايا هذه عصرية هذه هي هذا مراكسو ديال العمارة هذه عصريه هذه عصريه اذا العصري ديال شنو الفرق بين العصريه والتقليديه هذه كتعطي المنتوج على البلديه يعني هذه اللي درنا فيها مثلا في البلديه هذه كتهزطون هذه كتهزطون كتهزطون وشحال كيعطينا المثال هذه عطاتنا 18% هذه كتعطينا 20% اذا المردود ديال العصريه احسن من البلديه المنتوج ديالكم واش كتسوقوه خارج المنطقه او كيتباع غير في المنطقه لا غير في المنطقه غير في المغرب غير في المغرب انا كنسوقو في مثلا واخا دايرين تاعونيه غير الدار بيضاء الرباط اكادير يعني على صعيد المغرب كامل صافي صعيد المغرب وكيلقى اقبال كبير من طرف مزيان الاكثريه كاع من اللي درنا التعاونيه ولاو الناس كيتيقوا مزيان بعدا درتوا التعاونية على حساب الجودة على حساب التعاونية كتفكروا باش تولوا تسوقوا على الخارج يعني؟ ان شاء الله غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا شي حاجة يعني مادام عندكم تعاونية خصكم تفكروا في هذا ضروري انه غادي نقلبوا لها واخا عطينا شي كلمة أخيرة بخصوص هذا الموسم الموسم هذا العام سيدي مزيان تبارك الله كاينة الجودة مزيانة كاينة السلعة وبنادم يحاول ينقي حنا دروك الزيتون راه كنجيبو كنديرو في الصندوق ما كنديروش في الارض هذه بعدا اول مره وكيتنقى اللي عاود كيتطحن وسيدي كنشكروكم حتى حنا على الزياره وعلى الاقبال اللي قبلتو علينا شكرا لكم ونتمنوا لكم ان شاء الله يعني منتوج وفير بارك الله عليك شكرا